إذاعة سلطنة عمان تقدم الصوت العذب. الصوت العذب. إعداد وتقديم عبد الله السليمي. الصوت العذب. الصوت العذب. إخراج جمال الشعيري. الصوت العذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأسبوعية من برنامجكم الصوت العذب. مجموعة إنشادية أسسها مجموعة من الشباب الطموح الراغب في تطوير المهارات والقدرات الصوتية لدى المنشدين، كذلك من أجل التعرف والتعارف والتعلم في مجال الإنشاد. تضم هذه المجموعة معظم المنشدين البارزين وأيضا المبتدئين ومحبي فن الإنشاد. جملة من الأهداف الطموحة تسعى المجموعة لتحقيقها، ومن ضمنها على سبيل المثال للحصر نشر الثقافة الإنشادية والإعلام عنها وصقل مواهب المنشدين وتحفيزهم. أعزائي المستمعين، نرحب بمؤسسي مجموعة أعذب الألحان الإنشادية، فأهلا وسهلا بهم. يعود العيد يا أحباب، سعيدا يقرع الأبواب، يحيينا ويحيينا ويدعونا إلى المحراب، ويدعونا إلى المحراب. يعود الحب للقلب، وهل أحلى من الحب، فنهنا بالجنى العذب وندعو الله يا تواب، وندعو الله يا تواب. نرى الفقراء قد ناموا، وفي الأكباد آلاموا، وقبل الصوم قد صاموا، وأنت الرازق الوهاب، وأنت الرازق الوهاب. يعود العيد يا أحباب، سعيدا يقرع الأبواب، يحيينا ويحيينا ويدعونا إلى المحراب، ويدعونا إلى المحراب. فكبر يا أخ الإسلام، فهذا أسعد الأيام، وهيا نمسح الآلام ونسقي الخير بالأكواب، ونسقي الخير بالأكواب. فكبر يا أخ الإسلام، فهذا أسعد الأيام، وهيا نمسح الآلام ونسقي الخير بالأكواب، ونسقي الخير بالأكواب. يعود العيد يا أحباب، سعيدا يقرع الأبواب، يحيينا ويحيينا ويدعونا إلى المحراب، ويدعونا إلى المحراب. دموع القدس خلف النار تنادي موكب الأحرار، فكبر دمر الأسوار، فربك هازم الأحزاب، فربك هازم الأحزاب. دموع القدس خلف النار تنادي موكب الأحرار، فكبر دمر الأسوار، فربك هازم الأحزاب، فربك هازم الأحزاب. يعود العيد يا أحباب، سعيدا يقرع الأبواب، يحيينا ويحيينا ويدعونا إلى المحراب، ويدعونا إلى المحراب. أيا عيد متى النصر، متى حطين أو بدر، تراها ليشرق الفجر ونفرح فرحة الأصحاب، ونفرح فرحة الأصحاب. أيا عيد متى النصر، متى حطين أو بدر، تراها ليشرق الفجر ونفرح فرحة الأصحاب، ونفرح فرحة الأصحاب. يعود العيد يا أحباب، سعيدا يقرع الأبواب، يحيينا ويحيينا ويدعونا إلى المحراب، ويدعونا إلى المحراب. يعود العيد يا أحباب، سعيدا يقرع الأبواب، يحيينا ويحيينا ويدعونا إلى المحراب، ويدعونا إلى المحراب. الصوت العذب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الإذاعي، أعضاء ومؤسسي مجموعة أعذب الألحان الإنشادية. أهلا وسهلا بك حاتم.
حياك الله أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا على هذه الدعوة الطيبة، والشكر الجزيل لمخرج هذا البرنامج ولجميع مستمعين الكرام. أيضا نرحب بالمنشد صهيب. أهلا ومرحبا بالأستاذ عبد الله وللمعدين وللشباب البرنامج، وجزيلا لكم على هذه الدعوة، وإن شاء الله راح نثريكم ببعض الأناشيد الطيبة. جزاكم الله خير على تلبية الدعوة. نبدأ مع حاتم حول فكرة المجموعة الإنشادية التي أسستموها في وسائل التواصل الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. كما هو معلوم بأن وسائل التواصل الاجتماعي هي تلعب دور السلاح ذو الحدين، فإما أن تكون يعني بما أن تخدمك وتساهم في تطويرك، وإما أن تكون على النقيض من ذلك فتكون معول الهدم لا بناء. لذلك ارتأينا نحن كمنشدين بأن تكون لنا مجموعة نناقش فيها هموم المنشدين، نكون فيها بتبادل الخبرات ونستفيد يستفيد بعضنا من الآخر، فكانت مجموعة أعذب الألحان الإنشادية. متى بدأت هذه المجموعة؟ حقيقة الأمر هي ليست مجموعة واحدة، هي ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تأسست قبل عام تقريبا من الآن، تضم نخبة جيدة من المنشدين العمانيين، بعدها تتالت المجموعات فأصبحت الآن ثلاث مجموعات، وكذلك صفحة في الفيسبوك. إن شاء الله في المستقبل القريب تزيد من جمهورها وإعلامها. نعم، صفحة الفيسبوك بعنوان مجموعة أعذب الألحان. نعم، باسم أعذب الألحان الإنشادية. جميل جدا. أيضا ننتقل إلى صهيب، ودخولك في هذه المجموعة كونك كمنشد، ما هي الإضافة؟ حقيقة سعدت بهذه المجموعة جدا وبضخامة المنشدين الموجودين فيها. والله حقيقة بالصدفة دخلت بهذه المجموعة، نعم، ولكن استفدت فيها الكثير وأعطتني الكثير. من ضمنها المقامات، بعض المقامات كان عندي ضعف، وأيضا بعض الأناشيد جدا ما شاء الله، بعض تنشد نشودة معينة وترسل فتسمع من التعليقات الإيجابية والنقد البناء، فتستفيد كثيرا في تطوير الذات وفي تطوير أيضا الأعضاء الموجودين في المجموعة. نعم، إذن فيها المجموعة أخذ وعطاء من أخذ وعطاء. نعم، في الجانب الإنشادي. الجانب الإنشادي، نعم. ممتاز جدا. قبل أن ننتقل إلى أو نكمل الحوار، نحب في البداية أن نسمع منكم شيئا. نعم، من إبداعاتكم. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. يا سيد الأخلاق، يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدان، إشك ربي رحمة للعالمين. علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم، لما حباك الله خير رسالة، بها قطعت الشك بالأمر اليقين. أحسنتم، جزاكم الله خير على هذا النشيد الرائع وهذه الأصوات العذبة. نعود إليك المنشد حاتم، كونك المؤسس الأول لهذه المجموعة. تفضل. عدد أعضاء هذه المجموعة؟ حقيقة الأمر في البداية كان العدد محصور في مجموعة واحدة، فكان العدد المسموح به هو 50 عضو. نعم. بعد ذلك تزايدت على الطلبات رغبة الشباب في دخول هذه المجموعة، فأنشأت مجموعتين أخرى، وبحمد الله الحين يصل لعدد قرابة 250
من زاد عدد يعني العدد المسموح به في إضافته في المجموعات. نعم. أصبح العدد يقارب من 250 منشد. ما شاء الله. وبفضل الله. كلهم منشدون. يعني السواد الأعظم منشدين، وهناك في مهندسي صوت وكذلك موزعين ونسبة قليلة من محبي هذا الفن. ما شاء الله، جميل جدا. نوعية الدروس أو نوعية المشاركات من قبل المنشدين، سواء البارزين في الساحة الإنشادية العمانية أو المبتدئين، يعني ما هي الأشياء التي تقدمها المجموعة لكل المنشدين بشكل عام؟ طبعا لا يخفى بأن الإنشاد في هذا الزمان أصبح يعني تعدى بأن يكون فقط كموهبة، فأصبح كعلم له أصول يعني. فكان لزاما مثل هذه التجمعات مثل هذا، يعني يعمل جروب كملتقى يضم المنشدين من شتى، يعني نقول خبراتهم من صح التعبير. جميل. لذلك في هذا الجروب أو في هذه المجموعة نركز على الجانب النقد البناء، يعني أي شخص مثلا يرسل مقطع صوت، بعد ذلك الشخص المسؤول أو الشخص اللي عنده يعني خبرة أو خلفية هو بإمكانه اللي يعني يعطي نقده له لهذه المشاركة. جميل. المنشد صهيب، ما هي الإضافة أيضا التي أضافت لك من خلال هذه المشاركة في هذه المجموعات؟ حقيقة يعني أولا أزيد على نقطتها أستاذ حاتم، المجموعة الفائدة الكبيرة فيها يعني منشد ذهب إلى عدة ملتقات أو عدة مناسبات، ما شاء الله المجموعة يعني كأنها الراعي الرسمي للمنشد. جميل. في البث وفي الصور وفي بعض المقاطع، يعني كما يقول يعني مرة جاهز ما شاء الله، يعني بحقيقة يعني الواحد يسعد، لأن لما تكون منشد وحد مهتم فيك تزداد لك عطاء، تريد تعطي أكثر. صحيح. وحقيقة صراحة يعني أنا في بعض المنشدين ما أعرفهم، ولكن بفضل الله يعني مع مرور الأيام التقينا في الورش والتقينا في هذه الأماكن وزادت خبرة كمنشد، أنا كمنشد كصهيب بالذات زادني خبرة كيف ألتقي وكيف أحاور مع الشباب وكيف أستفيد في المقامات وفي بعض التدريب في الصوتيات وكيف. فجدا صراحة يعني المجموعة جدا مفيدة، السلبيات جدا قليلة جدا فيها ولكن إيجابيات كثيرة. التدريبات التي يتلقاها المنشد المشارك في هذه المجموعة هل تكون فقط عبر العالم الافتراضي، أم أن هنالك ملتقيات يعني فيها التعرف والتعارف وكذلك أيضا اللقاء وجها لوجه؟ سؤال جميل للسان عبد الله. طبعا بدايتنا كانت في العالم الافتراضي، فكان المنشد أو الأستاذنا يعني هو كان يخصص مثلا مقام معين فيعطينا أمثلة عليه ونحن نحاكيه. نعم. ويعلق على مشاركاتنا، ولكن بمرور الزمان قررنا بأن نلتقي أو يعني ننعم نلتقي في ورشة عمل يقيمها هذا المعلم المشرف علينا، فكانت بحمد الله هناك الجلسة أو الورشة الإنشادية الأولى التي كانت في حدائق الصحوة، وكان الإقبال جيد من الأعضاء، وبفضل الله يعني نتمنى أو نأمل أن تكون هناك ورش أخرى بإذن الله تعالى. جميل جدا، نسمع منك شيء مرة أخرى. كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام، كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام، يا ربي أرجو ثوابك أخاف وأخشى عذابك، يا ربي أرجو ثوابك أخاف وأخشى عذابك، يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم، يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم، تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين، تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين. ما شاء الله، جزاك الله خير. أيضا نسمع من صهيب.
أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي نادك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاك قد فقت يا طه جميع الأنبياء ومن سبحان الذي سواك صلى عليك الله صلى عليك الله يا عالم الورى ما حن مشتاق إلى لقياك وعلى صحابته الكرام جميعهم والتابعين وكل من ولاك يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ما شاء الله شكرا لكم منشد صهيب على هذا الصوت الرائع ننتقل إلى المنشد حاتم والحديث حول أهداف هذه المجموعة التي أسستموها من أجل المنشدين لعل هناك جملة من الأهداف التي تحبون أن تصل إلى هؤلاء المنشدين نعم بلا شك هناك مجموعة كبيرة من الأهداف التي رسمناها قبل تأسيس هذه المجموعة أذكر أهمها نشر الثقافة الإنشادية وكإعلام وترويج لجديد الساحة الإنشادية كما أن هذه المجموعة تصقل المواهب الإنشادية وتشجعها وكذلك تدارس العلوم المرتبطة بالإنشاد كعلمي المقامات والصوت يكاد يكون هذا أبرز الأهداف بالإضافة إلى التحفيز والنقد البناء لأداء المنشدين جميل جدا أيضا خلال خروجك من عالم الشبكات الاجتماعية الافتراضية إلى عالم الحياة الواقعية قمتم الورشة الأولى في علم المقامات في حدائق الصحوة كما تفضلت نعم. حجم المشاركة وكذلك حجم الاستفادة من خلال التغذية الراجعة التي أتت من قبل المنشدين المشاركين في هذه الورشة نعم طبعا بلا شك بأن هذه الورش لم تكن نظرية فقط كانت تطبيقية في علم المقامات والأداء فهذا يعني أكيد سيكون له المردود الإيجابي يعني في الحياة يعني أو في المشاركات اللي راح يشارك بها المنشد لذلك كان الإقبال على هذه الورشة نوعا ما جيد يعني يصل إلى 20 منشد كما أسلفت بأنه كان تطبيق عملي في هذه الورشة وبحمد الله نلاحظ بأنه الفرق يعني ملحوظ بين قبل أن تقام هذه الورشة وأدأنا الآن يعني بعد ما استفدنا من هذه الورشة جميل صهيب كنت مشارك نعم في هذه الورشة نعم مشارك وحقيقة يعني البرنامج كان في التدريب جدا راقي كان وجه تحية للأستاذ عدنان المبسلي يستاهل منك كل التحية نعم جدا جميل وكنت يعني حقيقة كنت أجهل المقامات في المسلم الموسيقي أو السلم الموسيقى نعم فاستفدنا مقام العجم ومقام الكورد ومقام أتوقع الحجاز
جميل وجدا يعني جميل يعني وين تبدا حتى تقارن يعني تقارن انشوده معينه تسمعها وتقارن بهذا المقام هل هو مقام عجم او مقام كرد فجدا استفدت فيها كمنشد انا حقيقه ولباقي الاعضاء وكان جدا يعني ورشه نتائجها يعني جميله جدا جميل جدا. ناتي الى مساله الدعم يعني هل هنالك اي دعم من قبل اشخاص او من قبل مؤسسة معينة من مؤسسات سواء الأهلية أو القطاع الخاص لهذه المجموعة ولمثل هذه الملتقيات التي تقيمونها؟ طبعا المجموعة بما أنها خرجت من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي بلا شك هي محتاجة كما هو الحال لأي عمل آخر إنشاري كان أو فني إلى دعم، وخاصة بأن هناك استراتيجيات أو ندرس يعني تسجيل أناشيد مسجلة أو أوبريتات وما شابهها، وهذا بلا شك يحتاج إلى دعم. حتى الآن لا يوجد الدعم، نأمل أن نجد الشركات أو المساهمين اللي راح يدعمونا في الارتقاء بهذه المجموعة أو الكوكبة الإنشادية. جميل. أيضا من خلال خطتكم القادمة حسب ما وصل إلي وأنكم تنوون تسجيل عمل مشترك يضم مجموعة أو عدد من الأعضاء الفاعلين في هذه المجموعة، مجموعة أعذب الألحان الإنشادية، إذا بالإمكان نتحدث عن تفاصيل هذا العمل. طبعا العمل ما زال كما يقال تحت الدراسة، نعم وضعنا الخطة والآن نبحث عن شركات راعية لهذا العمل. إن وجدنا الشركات راح ننتقل إلى الخطوة الثانية إيجاد الشعراء، وستتوالى بإذن الله الخطوات الأخرى، وبإذن الله نحصل يعني الداعم لهذا العمل الطيب. جميل جدا. إذا نعود مرة أخرى، نحب أن نسمع منكم شيء، صهيب أو حاتم؟ عند حاتم إن شاء الله. تفضل حاتم. سأسمعكم موال بجميع المقامات. تفضل. مقام الرستي والعجم جميل كذا السك به فن أصيل وبعدهما صبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبنها وند والكرد ستلقى لمعنى العطف والحب دليل وإن رمت الأذى وإن رمت الأذى نفذا حجاز يداوي الهم للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد به تدوي الرؤوس وتستميل. الله إن شاء الله يجزاك الله خير. أيضا ننتقل إلى صهيب، لابد أن نسمع منك شيئا. هذه الإنشودة للمنشد محمد العزاوي. تفضل. غدة ذات دلال ومرح يجد النعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرح زنها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملاح وبعين كحلها من غنجها وبخد
مسكه فيه رشاح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح في رياض المريق لا رجسه كلما هب له الريح نفح وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفى. ما شاء الله، شكرا جزيلا لك. قبل ختام هذا البرنامج حاتم، نحب منك كلمة أخيرة، وتود أن تلقي كلمة أخيرة لجمهورك ومستمعيك وكذلك للأعضاء المشاركين في مجموعة عذب الألحان الإنشادية. أدعو جميع المنشدين إلى يعني التعلم والثقافة. هناك ما يسمى الثقافة الإنشادية، الإنشاد لم يصبح مجرد هواية، الإنشاد أصبح علم. يجب أن من وجهة نظري أن يطلع يعني المنشد أو يكون يعني قريب من جمهوره وقريب من هذه العلوم اللي راح بلا شك يعني تطور من أدائه. شكري الجزيل للأستاذ عدنان المبسلي، صراحة لا يألو جهد في الارتقاء بهذه المجموعات، وشكر لجميع الأعضاء بلا شك بلا استثناء، وشكر خاص لك أستاذ عبد الله على هذا اللقاء الطيب. جزاكم الله خير. أيضا المنشد صهيب، كلمة أخيرة قبل ختام هذا البرنامج. حقيقة أولا سعدت بلقائك هذا اللقاء، وسعدت أيضا بتعرفي للأستاذ عبد الله. جزاك الله خير. وحقيقة أولا يعني أقدم نصيحة مني للمنشدين، إن الإنشاد هو بحر، والإنشاد ما يخلو من عقبات وصعوبات، ولا بد للمنشد أن يكون مستمعا جيدا، وإذا كان هناك استماع جيد فيكون في تطور في الأداء وفي الإنشاد. فأنا أوجه تحية شكر للأستاذ حاتم على هذه المجموعة، لأنها حقيقة تثري للمنشد واستفادة كبيرة لي وللأعضاء. وأيضا أشكر لهذا البرنامج الذي استضافنا وأننا أتاحنا الفرصة أن نتكلم عن هذه المجموعة، ولكم جزيل الشكر. جزاكم الله خير. إذن أعزائي المستمعين، بعد هذا الإثراء الطيب وهذه الأصوات العذبة، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الأسبوعية من برنامجكم الصوت العذب، ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسي هذه المجموعة، مجموعة عذب الألحان الإنشادية، على حسن ما أفاضوا به من هذه الأصوات وهذا الكلام الرائع. إلى هنا إخوة المستمعين الأفاضل، نلقاكم في حلقة أخرى في الأسبوع القادم بحول الله، ومع إبداع آخر وصوت عذب، دمتم في حفظ الله تعالى. الصوت العذب، الصوت العذب، إعداد وتقديم عبد الله السليمي، الصوت العذب، الصوت العذب، إخراج جمال الشعيلي.